اهلا بيكم مره تانية. النهارده هنبتدي اول مره لينا نبني اول روبوت. هنجرب مع بعض نتعرف على المكونات اللي احنا هنستخدمها ونشوف ازاي نقدر نمشي مع بعض في روبوت واحد. الروبوت اللي هنبنيه النهارده مش عايزكم تخافوا ولا تشوفوا ان الموضوع معقد، احنا بس هنجرب نشوف ازاي نبني روبوت. فهنجرب مع بعض، مش لازم تكون فاهم كل حاجه. الحاجات اللي هنعملها انا بس الهدف منها ان احنا نكسر الحاجز بتاع ان احنا نبني اول روبوت لينا، وهنمشي في خلال الاسابيع اللي جايه ازاي كل روبوت فيهم بيتعمل، وهنشرح كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا نبدا. اول حاجه عايز اعرفكم بيها طبعا هو الاردوينو، اشتغلنا بيه قبل كده الكورس اللي فات او المساق اللي فات، اشتغلنا فيه مع بعض بالاردوينو. عندنا هنا في اكريليك شاسيه، وده الجسم بتاع الروبوت بتاعنا. زي ما احنا هنبقى نتعلم قدام، هنتعلم طريقة التصميم وازاي ان احنا نعرف نرسم الشاسيه ده ونعمله ازاي، ودي هتيجي في الوحدة التانية. عندنا هنا حاجة اسمها موتور درايفر، وده اللي بيتحكم في المواتير، وهنتكلم عنه بالتفصيل برضو في الوحدة التالتة. عندنا البطارية، ودي 11 فولت. عندنا الأسلاك بتاعتنا، في منها ميل ميل وميل في ميل، والأربعة الأصفر دول المواتير بتاعتنا. طبعا معانا الويلز، العجل بتاعنا اللي هنستخدمه في الروبوت. الهدف من الروبوت ده ان احنا نبني بلوتوث كار، بمعنى ان انا اقدر اتحكم في الروبوت بتاعي من خلال بلوتوث. طب عشان اعمل كده انا محتاج ايه؟ محتاج حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها بلوتوث موديول. البلوتوث موديول ده هو اللي هيقدر يتكلم ما بين الموبايل او اي حاجة فيها بلوتوث انا هتحكم بيها مع الروبوت بتاعي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنبتدي خطوات البناء. اول حاجة خالص لازم نتعرف على الشاسيه اللي احنا معانا. الشاسيه اللي معانا فيه مجموعة من الفتحات، وفيه لو خدنا بالنا هنلاقي فيه مساحات لاربع عجلات في الجنبين، فدول المفروض يبقى هنا مكان العجلة وعلى الجنبين التانيين. طيب عشان اعمل كده ده معناه ان المواتير بتاعتي هتكون راكبه في المنطقه دي. طيب ازاي اخلي الموتور بتاعي يثبت هنا؟ دي اول حاجه هنبتدي نفكر فيها. عشان اخلي الموتور بتاعي يبتدي يثبت لازم ابتدي افكر انا ممكن اثبته ازاي. طرق التثبيت مش حاجه ثابته، يعني بتختلف من شخص للتاني ومن روبوت لروبوت. بمعنى انا ممكن اثبت الروبوت بتاعي ده هنا، ممكن استخدم اللزق بتاع الدبل فيس، دي ممكن تعتبر هتبقى اسرع حاجه لو انا عايز اعمل حاجه سريعه. في عندي لو انا عايز اعمل حاجه تبقى تقعد لوقت اطول، ممكن استخدم ان انا اربطه، يعني ادخل من هنا حاجه زي الافيز مثلا وابقى بربطه، او ان انا ممكن ابقى بربطه بالمسامير بتاعتي، وده اللي احنا هنجرب نعمله مع بعض. طيب انا عشان اعمل كده هنلاقي في معانا زي حروف التي كده. حرف التي ده اللي بربط بيه الموتور. هربطه ازاي؟ لو خدنا بالنا هنلاقي هنا في مكان لحرف التي ده، ومكان الناحية التانية. كل اللي انا عاوز اعمله ان انا اخلي الموتور بتاعي يخش ما بين حرفين التي، وبعدين ابتدي اربط. تعالوا نجرب مع بعض. نحطه كده، وبعدين نبتدي نستخدم المسامير بتاعتنا. مجرد ما انا حطيته كده هبقى كل اللي محتاجه ان انا ابدأ اربط الصواميل بتاعتي. مهم وانت بتربط المسامير بلاش نبقى بنقفلها للاخر، انت لسه ما تعرفش اذا كنت هتحتاج تفكها او تغير اماكنها ولا لا.
فبلاش واحنا في المرحله اللي في الاول ان احنا نقفل المسامير بتاعتنا على الاخر، خلينا لغايه لما نبتدي نقفل الشكل بتاعنا، ساعتها ممكن نبتدي نفكر ازاي ان احنا نبقى بنقفل على كل المسامير بتاعتنا بشكل كويس. تعالوا نكمل تركيب بقيه المواتير. واحنا بنركب المواتير بتاعتنا هنلاقي ان احنا بنحط المواتير الاتنين اللي في وش بعض يبقوا بالشكل ده، وهنبقى نتكلم بالتفصيل قدام طريقة توصيل المواتير بالـ H bridge او بالموتور درايفر قدام ليه عاملين كده. نفس الطريقة كل اللي هنعمله ان احنا بنحط حرف T، وبعدين نجيب المسمار بتاعنا بعدين نبتدي نربط الصامولة. هنعمل نفس القصة في الجنبين التانيين. نروح جايبين حرفين التي بتوعنا. بعدين نجيب المسمار بعدين نبتدي نربط الصواميل بتاعتنا. طبعا الموضوع كأنه بسيط لأن المسامير والحاجات دي صغيرة، فممكن تلاقيها بتاخد منك شوية وقت بالذات في أول مرة، فعادي إن أنت تقعد تحاول وتجرب، هتلاقي الموضوع مش هيمشي من أول مرة بسهولة. بعد ما حطينا حروف التي هنبتدي برضو نوصل المسامير بتاعتنا ونبتدي نقفل عليها بقى بالصواميل.
هنلاقي دايما ان الصواميل اللي تحت اصعب شوية، في نفس الوقت لو اي صامولة منهم فلتت منك هتلاقيها اوتوماتيك بتلزق في الموتور، يعني اي حاجة معدن هتروح ناحية الموتور هتلاقيه بيعمل ماجنتيك فيلد ممكن تلزق فيه. بعد ما وصلنا الاربع مواتير ببعض هنبتدي نفكر ازاي نحط بقيه الكومبوننتس بتاعتنا. فعندنا الاردوينو وعندنا الاتش بريدج. الاتش بريدج بيعتبر كانه وسيط بيتكلم ما بين الاردوينو وما بين الاربع مواتير. حاول ما توصلش الاربع مواتير بالاردوينو مره واحده بدون الاتش بريدج، لان ممكن ببساطه جدا ممكن يحرق لك الاردوينو او ممكن يعمل مشاكل تانية يخلي لك الموضوع كله مش شغال. الفيديو الجاي نكمل مع بعض تركيب الروبوت بتاعنا، يلا بينا.